فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثرت الأقوال المتعارضة في هذه الفترة، فما عدنا نميز بين الحق والباطل، فنريد منكم أيها العلماء الربانيين أن تبصرونا في الحق خصوص هذه الأمور التي تحدث هذه الأيام. يا أخي، لا تعرف الحق من الباطل، ولا تعرف الصواب في الخلاف والأقوال، ما تعرف إلا بالتعلم. تعلم العلم على العلماء، تعلم العلم على العلماء حتى تعرف الخلوص من هذه المشاكل. أما بدون علم فلا يمكن، ولا تدخل فيها، تجنبها. إذا كان ما عندك علم تجنبها، لا تدخل فيها. نعم.